مرحبا باليوم 24 على التتبع ديالكم لهذا الملف اللي هو ملف ديال حي بن كيران ما يسمى بحومة الشوك. حنا منذ يعني اليوم الاحد والامور يعني حسب صراحه الامور يعني ماشيه في الطريق الصحيح، وهذا ما لاحظته انا اليوم امام المحكمه واللي كانت هي وقفه شمائيه سلميه. الناس زعما بصراحه بواحد المستوى يعني عالي ديال التفاهم ديالهم، المحامين كانوا برفقتهم، كانت هناك يعني اجهزه ديال الدوله كلها بالحضور ديال السلطات المحليه ديال الامن ديال الحمد لله، حتى المنتخبين بعض المنتخبين المعنيين بهذه المنطقه حتى هما جو وقفوا معنا تما. تذكرنا مع الناس يعني كنحس بهم بان كاين واحد الاطمئنان بعد ما بان بعد واحد جلسات ولا يعني قل تواصل ماراثوني. ويعني البارح كان عندنا واحد الاجتماع مع السيده الباشا وبحضور يعني يعني رجال السلطه السيد القائد ديال الملحقه المعنيه، وكان كذلك بعض ممثلين السكان من المجتمع المدني وكذلك بعض المتطوعين اللي حضروا معنا. احنا فعلا كاين اطياف اخرى ولكن اللي كيحضر كينوب على وكيوصلوا للناس يعني الطمأنينة، وفعلا وكان يعني الوعود ديال حتى السلطات المحليه انه هو ملف ماشي ديال السكنه ديال الحومة بكيران، هذا ملف ديالنا كاملين ديال السلطات المحليه ديال المجتمع المدني ديال المنتخبون، وهذا ما يثلج القلب. الامر هذا كنعتبره حنايا امرا عاديا ان شاء الله، مش يكون عادي اليوم في المحكمه. ديك الساده يعني المحامون المكلفون اللي شباب تبارك الله عليهم كيقوموا بالواجب، اجلوا الملف حتى 11 يعني 8 او عفوا 8 في شهر 11، واللي ما بدات تبان الارهاصات، ولكن في جميع الاحوال راه مثلا هاد الناس ديال بن كيران ماشي بوحديتهم ديال حومات الشوك، يعني لا يعني حتى الاجهزه ديال الدوله مراقبه لهذه الوضعيه ومتفاهمه، والسلطات المحليه متفاهمه الوضعيه ديالهم القانونيه، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى ان ما تكون يعني حلول مرضيه بحول الله. شحال المساحه اللي غادي؟ المساحه يقال حسب ما شفنا 14 هكتار يعني 14 هكتار. الناس تقريبا راه لا ابالغ ما تكون 10,000 د الناس ولا هذه، ولا عملنا مثلا واحد 800 اسره، كل اسره راه عندها في الدار مثلا نعملوا لها المعدل ثلاثه ديال الاسر، بمعدل ثلاثه الاسر مثلا ولا جوج، ماشي جا عندنا واحد العدد يعني كبير. وقلت انا حس الامور انا زيد انا يعني ماشي يعني متفائل جدا انا في هذا الموضوع هذا، ان ماشي يكون حل يعني مرضي للجميع ان شاء الله بحول الله بتضافر الجهود ديال الجميع. ابدا احنا كنقدروا لا كنقدروا الوضعيه ديال بعض الناس كبارين في السن وعندهم امراض مزمنه بطبيعه الحال كيشوف ضيع واحد الوقت كبير يعني وطويل ديال الحياه ديالو، بناء المنزل ديالو هو اللي كنسميوه حنايا يعني الدار ديال الدنيا وشمسي ولا لا قبر الدنيا، وتجي ويصبح التشرد، هذا ما لا يقبله الجميع، وما كنظنش ان حتى يعني حتى واحد ما يقبل ان هاد الناس يعني يتشردوا او لا هذه، الا بواحد يعني بالبحث عن يعني الحلول المرضيه للجميع ان شاء الله حق. واش هاد الساكنه كانوا كيبان لكم وثائق تثبت على عندهم وثائق بطبيعه الحال عندهم منذ سنين، كاين اللي عنده 40 سنه كاين 50 سنه ديال هادي، ما عندهمش مثلا هما شي ذنب في هذا الامر هذا، لان واحد الامر بغيت نشير له هو ان حنايا عملنا اعاده الهيكله في حي بن كيران، وعملناها في الفتره الانتدابيه اللي كنت فيها انا وقبل مني اللي كان سي عبد السلام 40 كذلك، حتى هو كان كيقوم بالعمليه ديال الشراكه مع السكان بالمواد، وبعد ذلك مشينا في واحد
في واحد مسلسل ديال تأهيل الحي بن كيران واموال طائله تخسرات لا على مستوى البنيه التحتيه ولا مستوى ديال التبليط ديال المنازل كذا وعلى مستوى ديال الكهرباء مستوى ديال الماء الشروب على مستوى الصرف الصحي على جميع المستويات. ولا يعقل ان بهذه الطريقه هذه كاين الناس مجموعين كاين الناس اللي كتخلص الضرائب ديالها كاين اللي كتخلص الضريبه الاراضي العاريه كانت واحد المجموعه ديال 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 يعني اللي لاحظت انا النقاط واللي هذه راه ماشي يعني بطبيعه الحال ماشي تكلموا فيها المحامين واهل الاختصاص كنخلي لهم انا المذكره في هذا والترافع بهذه الطريقه ديالهم ماشي الاختصاص ديالي ولكن انا بقيت يعني كمنتخب وكمسؤول انني نشير لهذه الامور هذه بكل وضوح وشفافيه. اتينا على شينا محمد السادس يحمينا بيننا في خطر هذا.